قال يجر على وجهه في النار. من الذي يجر على وجهه في النار؟ الكافر. وهو قوله تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ يعني هذا سؤال للتعقل. أفمن يعذب يكون خيرا أم الذي لا يعذب؟ من الذي يكون خيرا فيهما؟ الذي لا يعذب. ولذلك المولى يقول أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ ويكون الجواب الذي يأتي إيه؟ آمن. ولذلك بعض الصالحين كان يقول نحن في نعمة لو عرفها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. نحن في نعمة. نعمة ايه؟ الطاعة والصلاح والفلاح والاستقامة والسير على الخط المستقيم، هذه أكرم النعم. ولذلك أهل الصلاح يقولون الاستقامة أعظم كرامة. يعني أعظم كرامة للمؤمن أنه إيه؟ مستقيم. لأن الشياطين يحاولون جر الإنسان إلى طريق الشر، شياطين الإنس والجن. وربما كان شيطان الإنس أشد على الإنسان من شيطان الجن، لأن الشيطان من الجن تستطيع أن تطرده بقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب. أما الإنس يحاول يراوغ يلف من حولك، تعالى يعني حتى نجلس في مكان الفلاني، أنا لا أجلس ولا أذهب، لا تعالى ستظل حبيس النفس طوال، ولن يتركك حتى تقع بهذا الغرور. ولذلك أهل الاستقامة يقولون نحن في نعمة وفي بحبوحة من العيش لو عرفها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، يعني لحاربونا عليها. لماذا؟ لأنهم يعيشون في طاعة الله، إذن أخذوا الحياة بكل ما فيها من شدائد وهم راضون عن الله، لأن الرضا يجعل الإنسان في الشدائد لا يشعر بشيء من الشدائد. لماذا؟ لأنه يرضى عن الله. وفي نهاية المطاف بعد الحياة سيرى نفسه أمام مولاه وقد رضي عنه وأدخله جنته، وقال له ورضوان من الله أكبر، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهذا هو ما يجعل الإنسان يعيش في أحسن حياة، في الدنيا بالطاعة وفي الآخرة بالجنة.